المربى منتوج غذائي صناعي يتم تحضيره باستعمال أنواع مختلفة من الفواكه، وعادة ما تكون من الفواكه الموسمية سريعة التلف، حيث يتم تحويلها إلى مربى كوسيلة لحفظها. المربى هذا إنتاج بلدي، والمربيات بشكل عام كان سابقاً عند منا كل ستات البيوت بموسم المشمش تلاقي أغلبيتهم يشتغلوا المربى، وتلاقي أساطيح مدينة دمشق القديمة كلها باللون البرتقاني من مشمش الحب، المشمش الممرود. طبعاً المشمش الكلابي كانوا يحبوه كتير مشان بس للمشمش الممرود يساووا منه، ومشمش الفرنسي يساووا منه الشقف ويساووا منه المشمش الحب، عرفتي كيف؟ وبعض المربيات مثل الفريز كان سابقاً يساووا. هلا هو بشكل يدوي كان يعني ستات البيوت يعني يغسلوا المشمش، يفرطوا مثلا اذا بدهم يعملوا شقف يفلقوا يحطوه على النار مع السكر ويغلوا شوي رد يطلعوا ينشروا على الاساطيح يعني لحتى يتعقد شوي، لان اشعه الشمس بتعطيه نكهه وبيضل لونه ضاوي اكثر. هلا الصناعي طبعا بيجي شوي يعني اغمق، بيحطوا له يعني شو مواد مشان يضل ضاوي، بس هداك كان طبيعي. بس هلا ما عاد حدا اشتغل منه، كله صفي هلا جاهز. لطبخ المربى ما بين الحاضر والأمس قواعد اختلفت بتطور العصور، إلا أنها حافظت على الطريقة التقليدية. حالياً اختلفت الأمور كتير، صار في عدة أنواع من المربيات، وستات البيوت القديمة ما عاد مثل هلأ. هلأ كله اختلف، صار في شيء صناعي، في شيء أسرع، يعني كانوا ينشروا على الشمس يستنوا يومين ثلاثة لين ويحركوا كل يوم والتاني لحتى ينزلوا يعبوا. هلا لا، صار في مكنات، في معدات اسرع وافضل، وتعددت انواع المربيات بشكل كبير، يعني منها مربى التوت الشامي، مربى البردقان، مربى الجوز، مربى الباذنجان، مربى التين، يعني اصناف كثيره صار عندنا، وفي عده نكهات، لانه عندنا هون ببلدنا الفواكه طبيعيه ونكهه المربى بتستطعمي فيها بشكل يعني لذيذ. اما هلا في كثير بيجي من برا مربيات كلها صناعيه عباره عن جيل ومنكهات، اما نحن عندنا كله طبيعي، يعني بتاكلي توت شامي بتحسي عم تاكلي توت شامي مربى شيء ظريف، المشمش، الشقف، الناعم، كله بهالاشكال هي، سبحان الله. احنا سبحان الله ببلدنا هون رغم الازمه هي انه الدوله الوحيده اللي بتصدر مواد غذائيه والعالم كله بترغبها، يعني دول أوروبا، دول الخليج، دول الوطن العربي بينبسطوا بالمربيات، بالفواكه تبعنا، لأنه كلها نكهاتها طبيعية وفريش، ما في إنه شيء مصنع. يعني أي دولة بتروحي بتلاقي مثلا المنتجات السورية موجودة فيها ومطلوبة بشكل. هلا الخشاف ثقافة حديثة وجديدة عنا ببلدنا، من وقت ما صار في عنا محلات الجاتويات ومحلات التوتي فروتي والعصائر والهي، يعني صار مطلوبة عند منا، هي عبارة عن مثلا خشاف المشمش، خشاف الانجاص، خشاف الدرائن، خشاف الكرز اللي بيحطوه بزينوا فيه المحلاية والكشكة، عرفتي كيف؟ وحتى خارجاً يعني صارت هلا بلشت تنشهر، يعني هلا بدول مثلا مصر برمضان عندهم الخشاف مادة أساسية، بالخليج هلأ صاروا يطلبوها، يعني هلأ عم يطلبوا من عندنا خشاف المشمش، خشاف الدرائن، خشاف الانجاص، حتى بالعراق كمان عم ياخذوا من هالمادة هي، يعني عم يلاقوها شغلة جديدة. هلأ هون نحن استعمالها أكثر شيء بالجاتو، بالسلطة الفواكه، بالتوتي فروتي، يعني هيك، وهي يعني مادة غذائية وظريفة وطيبة. صناعة المربيات قديمة العهد وهي ذات أهمية مميزة اقتصادياً وغذائياً، ولا سيما في الأشهر الباردة من فصل الشتاء، حيث يتطلب جسم الإنسان الإمداد بالطاقة الحرارية لما يحتوي عليه المربى من مواد سكرية، حيث أن المربيات لها مكانة في حياتنا اليومية، فهي تدخل في عمل كثير من الحلوى والكعك والبسكويت.